طب هم جم هنا، العائله المقدسه جت هنا فين؟ في وادي النطرون. وزي ما انتم شايفين الدنيا حر، مع ان احنا في اكتوبر، ما اعرفش ازاي الدنيا حر، انما اهو قدر. وبعدين ميه اهي، والطفل عايز يشرب، يلا ميه. الميه دي كلها ملح، يعني فظيعه، عشان ده ملح النيترون اللي هو كانوا الفراعنه بيعملوا بيه ايه؟ بيحنطوا بيه، يعني ملح جبار. لكن السيده العذراء وكأن وحي من الله سبحانه وتعالى، يمكن هي فكرت انها لو دخلت كده كده تقدر تنقي شويه ميه بايديها، تاخد حفنه كده من الماء وتسقي بيها الطفل. هناك في المكان ده اللي انتم شايفينه ده، اللي احنا قالوا لنا ممكن نخشه، يعني هتشوفوا حاجه يقال انها ما زالت لسه موجوده. هو معمول الممر ده، عشان كده انا قلت لحضراتكم ان المكان ده مكان مزار سياحي من الطراز فريد، ما اعرفش ليه احنا مش مهتمين بيه. البحيره دي ليها كذا اسم، بس يعني اجمل اسم واللي مطابق ليها تمام اسمها بحيره السماء، عشان هتشوفوا حاجه جوه ملهاش علاقه غير بالسماء. طبعا لما تيجي تقعد في مكان زي ده تبقى ما تقدرش تتكلم خالص بصراحه. اولا احنا بنتكلم على احنا 2019 بنتكلم عن حاجه بقى لها مثلا 2010 سنه 2015 سنه، لان المسيح عليه السلام كان طفل. طيب السيده العذراء، المكان اللي قاعد عليه دوت كان قريب شويه، بحيره بتمتد مع الوقت، كان قريب شويه. فستنا مريم دخلت الميه المالحه دي وحبت تاخد شويه ميه كده، يمكن ايه يبقوا كويسين للصبي العظيم. فتفجر ينبوع ماء عذب، نفس محطة ايديها، تفجر ينبوع ماء عذب، عشان الصبي ده لازم يشرب ماء حلوة. وطلعت الماية الحلوة في الأيادي الطاهرة، أيادي السيدة مريم. يا مريم الله، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وسقت الطفل، ففضل النبع موجود، نبع الماية موجود. جف؟ لا ما جفش، بقالنا فوق الألفين سنة ما زال هنا في مية عذبة يعني. بس مش عارف اجيبها عشان عميقة شوية، بس حد يجي ايده طويلة كده يطلع لنا شوية مية؟ انت هتعرف تصور؟ طيب المية دي مية عذبة ما زالت موجودة. هي طبعا للاسف المكان يعني مش مهمل، المكان في طي النسيان، يعني منسي خالص. حواليه المايه، المايه عذبه دي، مايه عذبه مفيش فيها ملح اطلاقا، مع انها مختلطه من بره بالملح. الماء العذب ده موجود بقاله اكتر من 2000 سنه، لانه ينبوع تفجر من الأرض ليشرب الطفل الزكي. الزكي يعني مش بس زكي، لا الزكي يعني الطاهر، السيد المسيح عليه السلام.